الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي. القاضمي يدعو المتظاهرين لإخلاء مؤسسات الدولة، والقيادة الأمنية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات. روسيا تدعو للضغط على أوكرانيا لخفض التوتر في محطة زابوريجيا، وكييف تتهمها بمحاولة إضفاء شرعية وجودها بالمنطقة. سادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض جهود حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ ومسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي. كما استعرض الاجتماع التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر المقبل، وكذلك إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يهدف لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التي تتبناها الدولة وما تتضمنه من استكمال لتطوير المناهج التعليمية. وأشار مدبولي خلال اجتماع لاستعراض ملفات عمل وزارة التربية والتعليم إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة مدارس النيل والمدارس اليابانية. كما أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف التعليم الفني وحرصها على تطويره والنهوض بمستوى الخريجين بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل، ويدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري. وفي اجتماع آخر لاستعراض ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على نجاح تجربة الجامعات الأهلية والتكنولوجية لما لها من دور مهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر. الاجتماع شهد كذلك تسليط الضوء على تنسيق الجامعات الأهلية في ضوء اهتمام الدولة بهذه التجربة، حيث تمت مراجعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية استعدادا لبدء الدراسة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور وزارة الثقافة في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وغرس قيم الانتماء للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمناقشة عدد من ملفات عمل وزارة الثقافة. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بأهمية العمل على تطوير قصور الثقافة في المحافظات لتكون نقاط جذب للمواطنين تقدم فيها أنشطة ثقافية متميزة، ومؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المراكز الثقافية بما يحقق المستهدفات. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد البلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة،
فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 557 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 279 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 104 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 996 قطعة سلاح ناري، أبرزها جرينوف 134 بندقية، 85 بندقية آلية، 52 مسدساً، 723 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و115 خزينة، إضافة ل 1601 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 500,249 حكماً قضائياً، من بينهم 1,852 حكم جناية و 181,928 حكم حبس و 245,964 حكم غرامة و 70,505 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 125 متهماً وإعادة 34 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1446 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 268.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 342.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 39 كيلوغرام، وضبط حوالي 8 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 11,272 قرص مؤثر و 15,118 قرصة رامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 32 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 18 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 486 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 160 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 41 طنا. وفي
مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. تم ضبط 119 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية، من بينها 196 قضية خبز ناقص الوزن و174 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط قرابة 12 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تدرك التحديات المتعلقة بقضايا تغير المناخ. وخلال كلمة ألقاها في أسبوع المناخ لأفريقيا المنعقد بالعاصمة الجنوبية ليبرفيل، أكد شكري أن مصر مستمرة في تحليل وتقييم تنفيذ التعهدات والالتزامات الصادرة عن قمم المناخ السابقة بباريس وجلاسكو. الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات بينما تواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها وتحديات التنمية. كرئاسة قادمة لكوب 27 فإننا ندرك هذه التحديات وأنه يجب أن نواجه تغير المناخ، ونحن مستمرون في تحليل هذا الوضع المتطور وتأثيراته بالإضافة إلى تقييم تنفيذ التعهدات السابقة والالتزامات من باريس حتى جلاسكو. كما أكد شكري أن المجتمع الدولي متأخر في الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل المتعلقة بتغير المناخ، مشددا على ضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية في هذا الصدد. العلم قد أوضح أن المجتمع الدولي متأخر للأسف في إجراءات التكيف والتخفيف والتمويل. الكثير من التعهدات بشأن التكيف والتخفيف قد تم إطلاقها في جلاسكو ويجب أن يتم الوفاء بها. إن الانتقال إلى الطاقة المتجددة والعودة مرة أخرى من قبل الكثير من الدول المتقدمة إلى استخدام الوقود التقليدي أمر مقلق بالنسبة لنا. تمويل التكيف يجب أن يتزايد وأن نفي بالمئة مليار دولار أمريكي، فهذا يؤثر على جهود أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمواجهة تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات والآليات للتعامل مع التحديات المرتبطة بالضرر والخسارة لم تكتمل بعد. هذا وقد سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس الجابون علي بونغو أوندمبا دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 7 و8 من نوفمبر المقبل، والتي تعقد في إطار فعاليات مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ. واستعرض شكري خلال اللقاء رؤية مصر لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، مشيرا إلى التزام مصر أن تكون رئاستها المقبلة للمؤتمر معبرة عن تطلعات الدول القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بالمناخ. وخلال اللقاء أكد الجانبان أهمية التشاور المستمر خلال الفترة المقبلة لبلورة موقف أفريقي موحد إزاء القضايا ذات الأولوية للقارة الأفريقية. عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية. وخلال الاجتماع جدد القادمي توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف. كما دعا رئيس الوزراء العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وعدم إرباك الوضع العام في البلاد وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية تؤكد خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها. وفي بيان له أكد الكاظمي أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية. كما قال الكاظمي إن تمادي الخلاف السياسي
ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي وتطلعاته ومستقبله ووحدة أراضيه. كما جدد الكاظمي الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع، داعيا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين. ومن جانبه دعا الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية وإفساح المجال للقوات الأمنية للقيام بدورها. كما دعا الرئيس العراقي القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها والترفع عن الخلافات، مضيفا أن تعطيل المؤسسات الحكومية أمر خطير وأنه يجب الحفاظ على المسار السلمي الدستوري. وفي اجتماع لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضايا الأعلى في العراق، تمت الدعوة إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية بالبلاد. وأكد الرؤساء أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب على جميع العراقيين. وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات بشأن حل الأزمة الحالية. إلى هذا دخل قرار حظر التجول الشامل في أنحاء العراق حيز التنفيذ، ودعت القيادة الأمنية العراقيين للالتزام بالقرار. وقالت المصادر الأمنية إن الأحداث التي شهدها العراق اليوم أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 27 آخرين في العاصمة بغداد، مشددة على أن القوات الأمنية تعمل حاليا على حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة. بدأت وزارة الداخلية الكويتية في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وتشترط أحكام القانون الكويتي لمن يريد الترشح أن يكون كويتي الجنسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 عاما. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية تأليف الحكومة المكلف بتشكيلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وخلال لقائه وفدا من نقابة العاملين في الإعلام، أضاف عون أن مسار تشكيل الحكومة لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة، محذرا مما وصفه بالسلوك المزدوج في التعامل مع هذا الملف. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تحاول إضعاف أوروبا عن طريق ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي. وأضاف زيلينسكي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين أن روسيا تحاول منع الدول الأوروبية من ملء مخزونها من الغاز، لافتا إلى استعداد بلاده لتقديم الغاز لأوروبا من مخزوناتها من الغاز. من جهته، دعت الرئاسة الروسية المجتمع الدولي للضغط على أوكرانيا من أجل خفض التوتر العسكري في محيط محطة زابوريجيا النووية. كما اتهم الكرملين كييف بتعريض أوروبا بأكملها للخطر قبل زيارة مرتقبة لبعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
بدورها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها ستجري عمليات تفتيش لمحطة زابوريجيا. وأوضحت الوكالة أن البعثة ستقوم بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير بالقرب من المحطة. من جانبه أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية ضرورة حماية وسلامة أمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. في بادرة أمل من شأنها إنقاذ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بأكملها، يقوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة إلى محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت للقصف مرات عدة في الأسابيع الأخيرة. وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي على ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن المحطة الكبرى بالقارة الأوروبية. وتأتي الزيارة بعد أن وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في زابوروجيا بأوكرانيا بأنه يتدهور بسرعة، إذ أكد أن أي عمل عسكري في محيط زابوروجيا يعرض العالم إلى خطر نووي يجب أن يتوقف على الفور، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب المحطة النووية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من القصف قرب المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. فعملية القصف الأخيرة جاءت بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المحطة، الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة. ورغم أنه تم فصل اثنين من مفاعلات المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بسبب القصف خلال الأسبوع الماضي، كشفت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية عن عدم توفر أي معلومات جديدة عن وقوع هجمات على المحطة. وبين اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بقصف محطة زابوروجيا، تبقى المخاوف الدولية باقية من تعرض المحطة لأي قصف قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية. وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا بالأصعب في تاريخ الوكالة. وخلال زيارة أجراها إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، أرجع كوليبا صعوبة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النشاط القتالي والمعارك التي تدور على مقربة من الموقع، إلى جانب الطريقة التي تحاول روسيا من خلالها إطفاء شرعية على وجودها في المكان على حد تعبيره. أهلا بكم من جديد. قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندري بولوسوف إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3% هذا العام. وأوضح بولوسوف أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط بما يزيد قليلا على 2% هذا العام، مضيفا أنه يتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض لا يزيد على 1% في 2023. دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الشركات لوضع خطط لترشيد استهلاك الطاقة بحلول سبتمبر المقبل. وأضافت بورن أنه يجب على الدولة أن تكون مثالا يحتذى به، وأن تنتهي كل وزارة من خطط لترشيد الطاقة بنسبة 10% على الأقل. توقع بنك جولدن مان ساكس أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام. وأكدت المؤسسة المالية الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في طريقه للانخفاض بنحو 1% حتى منتصف عام 2023. قال عضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إن البنك بحاجة للتحرك ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل من أجل السيطرة على التضخم. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. المستشار الألماني يدعو لتوسيع حدود الاتحاد الأوروبي شرقا وإسقاط حق النقد في اتخاذ القرارات.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يسعى دائما إلى تشويه سمعة السياسات الروسية. وخلال اجتماع مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون القوميات، دعا بوتين لبحث قضايا تعزيز وحدة الشعوب الروسية وتكيف الأجانب على الأراضي الروسية مع العمل على حزمة جديدة من التدابير في الجمهوريات التي يأتي منها المهاجرون إلى روسيا بهدف منع عزلتهم الاجتماعية. تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بدعم توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا في البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. وفي خطاب له من العاصمة التشيكية براغ، قال شولتز إن استمرار توسيع الاتحاد الأوروبي في اتجاه الشرق هو مكسب لأوروبا بالكامل، مشيرا إلى أنه يقترح أن ينتقل الاتحاد الأوروبي تدريجيا إلى اتخاذ القرارات بالأكثرية في السياسة الخارجية المشتركة وإسقاط حق النقد. طلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ الكامل. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية أن ذلك اليوم هو اعتراف عالمي بالضرر المهول والمستمر الذي حصل باسم سباق التسلح النووي، وأضاف أنه لا مكان للأسلحة النووية في العالم، مشددا أنها لا تضمن الانتصار أو أمان، بل إنها لا تؤدي إلا إلى الدمار. تبادل المرشحان الرئيسان للرئاسة في البرازيل الاتهامات بالفساد، وذلك في أول مناظرة رئاسية قبيل الانتخابات المقررة أكتوبر المقبل. ويدخل الرئيس الحالي جاير بولسونارو السباق ضد الرئيس السابق لولا دي سيلفا. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم دي سيلفا على بولسونارو الذي هاجم مرارا نظام التصويت الإلكتروني، مما أثار مخاوف من أنه قد يعترض على النتيجة إذا تعرض للهزيمة. أعلنت فنزويلا وكولومبيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل بعد انقطاع استمر 3 سنوات. كان الرئيس الجديد لكولومبيا جوستافو بيترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلنا في 11 من أغسطس الجاري عزمهما إعادة العلاقات الدبلوماسية. وحدثت القطيعة بين البلدين عام 2019 في أعقاب سنوات من التوتر، حيث أغلقت السفارات والقنصليات في كلا البلدين وأوقفت الرحلات الجوية، كما تم إغلاق الحدود البرية المشتركة التي يبلغ طولها 2000 كيلومتر وتم فتحها أمام المشاة فقط. بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس مع المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري في العاصمة اليونانية أثينا الجهود التي تبذلها اليونان للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده تمكنت من إحداث اختراق سريع لمجال الطاقة المتجددة، مضيفا أنه يسعى لإضافة 2 جيجا وات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022. قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان إن ثلث مساحة البلاد تحت الماء حاليا، مما يمثل أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأشخاص في مناطق شاسعة من باكستان فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية. وأعلن مسؤولون أن أكثر من 1100 شخص لقوا حتفهم منذ يونيو الماضي عندما بدأ هطول الأمطار الموسمية، حيث طالت أضرار الفيضانات هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، أي واحد من كل 7 باكستانيين حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، وذلك بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض جهود حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمرتبطة بقضية تغير المناخ ومسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ. وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم نوافي، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. كما استعرضت السيدة الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عددا من المحاور الرئيسية وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية. كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج نوافي، وذلك بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر. كما عرضت السيدة الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقاً لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة. وقع
وقعت القافلة الطبية بعزبة صبري التابعة لمركز مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية الكشف على ما يقرب من 600 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية، كما ضمت معملا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفا دوائيا يتم تقديمها بالمجان، بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا. وفي محافظة الشرقية قام فريق مؤسسة حياة كريمة بمتابعة عدد من المشروعات بمركز الحسينية. تضم مشروعات المؤسسة بالمركز إنشاء مركز شباب قصصين الشرق والوحدة البيطرية ومركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سعود. انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تدريب قيادات مجلس الدولة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي تم تصميمه خصيصا لعدد 56 قاضيا من قضاة مجلس الدولة من الدرجات القيادية العليا. يأتي هذا البرنامج في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة، حيث استفاد منه ما يقارب 800 عضو من مختلف الدرجات القضائية على مدار 9000 ساعة تدريبية، متضمنا 144 مستشارا من شاغلي المناصب القيادية بمجلس الدولة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار الحكومة قرارا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري. وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد. وأوضحت الوزارة أن القانون ينص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير المياه بمدغشقر سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء أكد وزير الزراعة استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في مدغشقر. من ناحيته أكد وزير الزراعة بمدغشقر تطلعه إلى الاستفادة من التكنولوجيا المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في بلاده. كما بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع ناظره في مدغشقر عددا من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية. وأكد وزير الري أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يعد من العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول، والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات. من جانبه أكد وزير المياه في مدغشقر حرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات، لا سيما في مجال الموارد المائية. بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع ممثلي شركات تحالف منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، و في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. واستعرضت الوزيرة خطة عمل المنظومة الجديدة من حيث مناطق العمل بالمدينة، سواء منطقة إقامة المؤتمر وفعالياته والشوارع الرئيسية والمحميات الطبيعية والمعدات التي سيتم الاستعانة بها، بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من 477 حاوية بالمدينة تعزز توجه الفصل من المنبع وإعادة التدوير، ودعم رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات وتوفير الأيدي العاملة اللازمة. شهدت الرقعة الزراعية في مدينة طور سيناء توسعا كبيرا ونجاحا في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام، وكان أحد أهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي، والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة.
شهور قليلة تفصلنا عن المؤتمر العالمي قمة المناخ كوب 27، والذي يضع في أولوياته الزراعة والأمن الغذائي، حيث تعد الزراعة من أهم المصادر المسؤولة عن توفير الأكسجين وتقليص نسبة ثاني أكسيد الكربون لخلق مجتمعات نظيفة خالية من التلوث. ففي مدينة طور سيناء شهدت الرقعة الزراعية توسعاً كبيراً ونجاحاً في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام، وكان أحد وأهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي الكومبست، والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة. فالتسميد بالكومبست يحافظ على خصوبة التربة والاحتفاظ بالمعادن الهامة لعملية الإنبات، وأيضا له دور كبير في توفير المياه وعدم إهدارها. مدينة طور سيناء نجحت أيضا في حصاد العديد من أنواع التمور، من أهمها البرحي والمجدول، كما كان لأشجار الزيتون النصيب الأكبر في جنوب سيناء، فتختلف ثماره ما بين القلماطة والتفاح، والذي يتميز بكبر حجمه ويشبه ثمرة التفاح في بداية نضجها، والذي يستخدم للتخليل. من الزراعات اللي ناجحة وثبتت وجودها جدا عندنا في طور سيناء زراعة النخيل، وخصوصا صنف المجدول نجح جدا جدا، وتبين ان له طعم ومذاق وصفات جودة مختلفة خالص عن اي منطقة تانية من مناطق الجمهورية عندنا في مصر. زيادة الرقعة الزراعية هدف تبنته الدولة منذ سنوات، وظهر ذلك جليا في كل انحاء محافظة جنوب سيناء لتوفر الغذاء للمواطنين باسعار مخفضة وبجودة عالية. والان الى اخر اخبار المال والاعمال مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما دينا فكري ويوسف عبدين. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا وجود فرص جيدة بمناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطات البترولية والغازية. وخلال اجتماع لاعتماد نتائج أعمال شركات تابعة للوزارة، أكد الملا أن هناك تنسيقاً وتوافقاً مع شركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج والعمل على خفض التكاليف. بحثت مصر وجيبوتي فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي بصناعة البترول والغاز. وخلال استقباله نظيره جيبوتي يونس جيدي، أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الأفارقة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جيبوتي بالصناعة البترولية. من جانبه أكد الوزير جيبوتي أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة بهذا النشاط للعمل على أرض جيبوتي لنقل خبراتها وإمكانياتها. قال وزير الكهرباء إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة الجيبوتي يونس جيدي والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. إلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. خسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه لإغلاق عند مستوى 688.708 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، منخفضا بنسبة 55%. كذلك مؤشر إي جي إكس 70 متساوي الأوزان
انخفض بنسبة 66% بالمئة ليغلق عند مستوى 2209 نقاط، كما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 62% بالمئة ليغلق عند مستوى 3163 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.14 جنيها للشراء و 19.25 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.24 الجنيه الاسترليني 22.38 22.52 الدرهم الإماراتي 25.24 أخيرا الريال السعودي 5.12 انخفضت المؤشرات الرئيسية بوول ستريت تعاملات اليوم متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا، ذلك مع شعور المستثمرين بالقلق من خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بمعركته لكبح التضخم حتى وإن كان على حساب التباطؤ الاقتصادي. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 30%، كما انخفض المؤشر ستاندرد بورز 500 بنسبة 57%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 99%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا فكري ويوسف عبدين، إليكم. شكرا لك يا رغدة أبولي. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلغاء الإطلاق المقرر لصاروخها الجديد نحو القمر، وأرجعت الوكالة الإلغاء لمشكلة فنية في أحد محركاته، مما يؤجل لبعضة أيام على الأقل بدء هذه المهمة التي تشكل انطلاق برنامج أرتيمس الفضائي الأمريكي للعودة إلى القمر. وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن تاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون في الثاني ثم الخامس من سبتمبر القادم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعز من العمل المناخي. الكاظمي يدعو المتظاهرين لإخلاء مؤسسات الدولة، والقيادات الأمنية تعقد اجتماعا طارئا لبحث التداعيات. روسيا تدعو للضغط على أوكرانيا لخفض التوتر في محطة زابوريجيا، وكييف تتهمها بمحاولة إطفاء شرعية وجودها بالمنطقة. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.